مالك؟ مالك يا بيت؟ يا ساتر يا رب، معكوش مية ووتر. امسك يا نهار اسود، اوعى يا بيت تموت عندي هنا في العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك؟ ايه؟ يا عيني. اكل؟ طيب شيلوا معايا، شيلوا هز مين؟ هز مين؟ شيل يا بيت. قول يا ماما اسمك ايه؟ حنان. حنان اسم حلو. معلش بس انا ما اكلتش من امبارح. امبارح ملعون ابو كده ليه كده يا بنتي؟ طب كل كل يا شباب، كلوا كلكم خير ربنا كتير، بس انا هصرف على اللاجئين. اه سايق عليك النبي، انا مش فاهم لك. اه والله لو حسين اخويا هنا كان فاهم لك يا بنت الفلبيني. لا بقول لك يا اثيوبيا، كفايه المصيبه اللي احنا فيها. اه مش ناقصاكي. اه معسل حامي. طب انت تاكلي كلي كويس واكلي زمايلك ويطول اصحابك، عشان احنا عادتنا كده خطر خطر جدا، ممكن البوليس يمسكني. It's very dangerous. صحيح very very dangerous. eating quickly quickly. ها يلا eat يعني سندوتش كده، انت فهماني فهميهم كده ان احنا ناكل بسرعه ونطلع. شغلنا نتحبس بوش اهلك ده. اه وحياتك بالله. والله 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 اه والله والله والله. سعادة الباشا نار ابيض صباح الفل. صباح الفل. ازيك يا ابو صالح؟ ازيك سعادة الباشا؟ اتفضل يا ابو صالح. يا صباح الورد البلد المعطر. اول ما بنسمع ورد بنعرف انه صالح اجى. طبعا يا باشا، ورده وفايزه وشاديه، مثلث الرعب، مثلث برمودا. ازيك يا ياسر بيه؟ كله حلو الحمد لله. اتفضل سعادتك. الورق بتاع الشحن اهوت والباسبور والرخص. صباح الفل. ياسر باشا الرخصه بعد اذنك. الله يكون في العون. استاذن سيادتك بس اشرب شويه شاي بعد اذنك. والسلم عندك اهو عشان تفتش براحتك. تعرف انت اكتر واحد بتعجبني يا صالح، لانك عمرك ما وقفت قدام الكونتينر واحنا بنفتشه. سعادتك السليم يعني ما يشتكيش من الصداع بعد اذنك. اتفضل. اتفضل يا باشا السلم اهو. يا فؤاد يا حبيبي انا في التفتيش اخلص واكلمها. ماشي ماشي فوقش. سلام. Thank you.
طريق السلامة يا صالح. كريم شاسر بيه. السلام عليكم. باشا السلام عليكم. خلاص يا علي حملناها، خلي بالك صبحي تبعك. عادي عادي. روح انت. باشا. صباح الفل. نضيفك بقى الكريمة. أنا مش همضي على حاجة غير لما تسلم الكمية كلها كرتونة كرتونة. كرتونة كرتونة. بعدين بفرج انتهى.